السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين دايما وبصحة وبسلام. طبعا انا مش بنزل كتير عندي على القناة هنا بقالي فترة، علشان انا في فترة الجيش حاليا ولسه مخلص مركز التدريب بتاعي، ولسه مخلصش يعني، بس انا واخد ايه زي اجازة كده في النص يعني، فادعولي بقى. طبعا في فيديو يعني فيديو بينزل بعد 5 ايام، ده انا مصورهم قبل كده وبينزلوا كل 5 ايام بنزلهم فيديو على طول وبنزل تلقائي يعني. والفيديو ديت بتكون الفيديوهات ديت اللي نزلت واللي لسه فاضله تقريبا فيديوهين او ثلاثة، دول بينزلوا كل 5 ايام في سلسلة الجافا سكريبت بروجكت او التطبيقات بتاعت الجافا سكريبت. جميل. طيب النهاردة بقى فيديو مختلف في سلسلة تانية هنعملها وهنبدأ بيها النهاردة بالفيديو دوت، واللي هو هتكون اسئلة او بتشرح حاجات معينة زي انترفيو مثلا، يعني مثلا الفرق بين كذا وكذا، الاسئله اللي هي ممكن تتسال في الانترفيو، سواء هتكون مثلا في رياكت جي اس، سواء هتكون في جافا سكريبت، سواء هتكون في اي حاجه تانية في الويب عموما. جميل. وطبعا لو حد عنده سؤال عايزين نبقى نتكلم عنه، نبقى يكتب عنه في الكومنتات ونبقى نعمل عنه فيديو بعد كده. طيب دي حاجه. تاني حاجه، لو انت مش مشترك في القناه اشترك سبسكرايب عشان ننزل اكتر. لو انت شايف ان الفيديو ممكن يستفيد حد انت عارفه يستفيد منه، فشيره له يجاوب على السؤال او يتعلم منه وهكذا. طبعا لايك للفيديو، كومنت جميل زيك. فيديو النهارده هنتكلم عن الفرق ما بين الريدوكس والكونتكست، وامتى استخدم الكونتكست وامتى استخدم الريدوكس، ومين بيستخدم دوت ومين بيستخدم دوت، والكلام ده كله. شو الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق ما بين الكونتكست والريدوكس؟ الفرق ما بين الكونتكست والريدوكس ده في اكتر من حاجه. زي ايه؟ اول حاجه خالص كده ان الكونتكست دوت هو بلت ان. يعني ايه بلت ان؟ يعني انا مش انا كل حاجه عندي، يعني انا مش لازم اعمل انستول لاي باكج خارجيه عشان اقدر استخدم الكونتكست. طبعا على عكس الريدوكس ده مش بلت ان، فانا بنزل بعمل انستول لباكجات خارجيه عشان اقدر استخدم الريدوكس في البروجكت بتاعي. طب زي ايه اصلا، زي ايه الباكجات اللي انا ممكن انزلها واعملها انستول؟ زي مثلا انا ممكن لازم اعمل انستول للريدوكس تول كيت، ولازم اعمل انستول لرياكت ريدوكس عشان اقدر استخدم الريدوكس في البروجكت بتاعي. طيب ايه الفرق التاني ما بين الكونتكست والريدوكس؟ هو ان الكونتكست ده فكرته ابسط بكتير جدا من الريدوكس. يعني الكونتكست عشان اقدر استخدمه انا مش بعمل حاجات كتير او مش بكتب كود كبير يعني مقارنة بالريدوكس. هو مجرد ان انا بكاريت الكونتكست بتاعي وبكاريت البروفايدر، ومن البروفايدر دوت انا بقدر من خلاله ان انا ابعت فاليو، والفاليو دي بتكون شيرد على مستوى كل الكومبوننت اللي انا حاططها في البروفايدر. انما الريدوكس ده فكرته اكبر من كده، اكبر من الكونتكست. ازاي؟ ان مثلا الريدوكس ده بيتكون من ايه؟ بتكون من ريديوسر، بتكون من اكشن وستور، وبيبقى فيه سايكل كبيره انا اللي بعملها علشان اقدر استخدم الريدوكس في البروجكت بتاعي. كده الفرق ما بين الكونتكست والريدوكس ان بستخدم الكونتكست لما بيكون عندي داتا بسيطه، على عكس الريدوكس لازم يكون عندي داتا اكبر علشان اقدر استخدمه. يعني مثلا انا عشان اقدر استخدم الريدوكس بتاعي لازم يكون عندي ايه نوع الداتا اللي تكون عندي. يعني مثلا بيكون عندي اكتر من اري، بيكون عندي اكتر من اوبجكت، او اكتر من اي حاجه عموما، فوقتها بتكون داتا كبيره مش سيمبل مش بسيطه، فبتجه للريدوكس مش بتجه للكونتكست. يعني مثلا الداتا لما بتكون بسيطه بيكون عندي واحد فاريبل، واحد او اتنين او تلاته فاريبل، وعايز اعمل لهم شيرد، فوقتالي اروح للريدوكس، لا انا اروح للكونتكست وخلاص الموضوع سهل وبسيط. كمان الفرق ما بين الريدوكس والكونتكست ان الريدوكس عندها اكستنشن بتساعدني ان انا اعرف السايكل بتاعتي وصلت لغايه فين او الدنيا وصلت لغايه فين. طبعا على عكس الكونتكست ما لهاش اكستنشن بتساعدني او تعمل اي حاجه، لان الموضوع في الكونتكست انا لما اجي استخدم الكونتكست بيبقى الموضوع ابسط من ان انا اجي استخدم الريدوكس. بس ده كان الفرق باختصار او ابسط حاجه ممكن اتكلم فيها الفرق ما بين الكونتكست والريدوكس. طبعا السلسله دي برضو هصور كذا فيديو، بعد كل فتره هينزل فيديو على القناه بعد ما ارفعهم كلهم مره واحده. طبعا اللي عنده سؤال يكتبه او عايز يتكلم عن حاجه نتكلم عنها
فكرة، سؤال، فرق بين كذا وكذا، اسيبها في الكومنتات وانا هبقى اعمل فيديو عنها. في كل اجازة ليا بقى ايه، اخد شوف الكومنتات ايه الدنيا فيها وبقى اعمل فيديو ليها. فبس فلو انت لسه مش مشترك في القناة يا ريت تشترك في القناة. لو تتواصل في الكومنتات ممكن تتواصل معايا على طول، في الديسكريبشن هتلاقي كل حاجة، جيت هاب، فيسبوك، لينكد ان، كل حاجة ليا انا فيها هتلاقيها في الديسكريبشن. فبس اخر حاجة لو انت مش مشترك اشترك، لايك للفيديو ممكن تشيره لو عايز. بس اشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم.